السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا واش قال الرئيس عبد المجيد تبون في السنة الماضية فيما يخص الاقتناء تاع الطائرات نتاع إخماد الحرائق. ونخليكم تتابعوا هذا يعني ما تصرح به في 2022، وسوف نعود بعد الفيديو. نتمنى إذا كان ممكن ديروا لنا عرض على الطائرات لإطفاء النيران. فاير فايتنج. سي اون سي اون بو افوار اون اوفر كونسيرنون سي تري جورجون مستعجل جدا. اوكي. يكون عندنا عرض اون اوفر بور دي كانادير دي افيون وريتان لي زانسوندي. اه وي. سا سي تري امبورتون بيان سور. سي فوز افي دي افيون ديسبونيبل اكتويلمون، اون بو اشتي تو سويت. سينو او موان اون بو لوي. نفضل حنا طائرات اللي يعني متعودة على الإطفاء الحرائق. والسيوة 30 بتستخدم في كاليفورنيا وفي أماكن كثيرة، وبالأخص طائرات اللي تستعمل مياه البحر مش ماريتيم مش مياه العذبة. فعلا. إذن وش نفهم من كلام الرئيس؟ معنى أنه يعني الرئيس كان قابل باش يشري الطائرات هذه في أقرب الآجال، يعني العام اللي فات. واش معناه؟ معناه أنه هذه الطائرات المتخصصة في إخماد الحرائق غير موجودة على السوق. هذا هو هذه هي الحقيقة المرة، أنه الدول اللي حد إلى يومنا هذا عادت يعني الطائرات اللي عندها ما تكفيهاش، وهذا راجع الى التغيرات المناخيه الاخيره اللي عرفتها يعني الكره الارضيه كلها مش غير في الجزائر. يعني فيه ارتفاع درجه الحراره القصوى في العالم بزوج درجات، والاضافه الى ذلك زادت السنه هذه فيه يعني ارتفاع تاع درجه الحراره استثنائيه، ويعني وكنتيجه لهذا يعني الاختلال يعني المناخي هو ارتفاع عدد الحرائق في كل دول العالم. ما بالك يعني نتكلموا يعني واش رايكم في كندا، دوله كما كندا بلاد المياه، هذا العام تم احراق ما لا يقل عن 35 مليون هكتار تاع الغابات تم احتراقها في كندا. ما بالك بالدول المتوسطيه كما الجزائر واليونان وتركيا واسبانيا وايطاليا، كل هذه الدول عرفت حرائق مهوله في السنوات الاخيره، وليت الطائرات تاع الاخماد عاد ما غير موجوده على السوق. يعني هذا هو المشكل المطروح حاليا. اذا ما هو الحل؟ انا نعطي لكم الحل. الحل هو في الوقايه. لابد احنا نعرفوا من بكري باللي المبدا الوقايه خير من العلاج. لازم على الدولة والجماعات المحلية والمواطنين أن ياخذوا الإجراءات، كل واحد على حسب المستوى ديالو، كل واحد من الموقع ديالو، لتفادي الحرائق قبل ما تصرى. من هذه الإجراءات دوك نعطيكم بواحد اثنين ثلاثة أربعة إجراءات لابد اتخاذها في السنوات المقبلة، ما حتى يعني ابتداء من اليوم. خاصة يعني الحرائق تجي غير في 3 شهور، يعني في الفترة الحرارية تاع الصيف. عندنا العام كامل باش ناخذ الاجراءات هذه اللي راح نقولها لكم بالتفصيل. اولا التكثيف من المسالك عبر المساحات الغابيه، يعني نكثف منها. الا كنا نديرها كل 2 كيلومترات ندير مسلك، ولا كل 3 كيلومترات ندير مسلك، ندير كل 500 متر ندير مسلك، نكسر المسالك في المناطق الغابيه. ما هي يعني الجدوى؟ الجدوى في تكثيف المسالك، الجدوى الاولى هي انه الحرائق على ما تكون ما تنتقلش من منطقه الى منطقه اخرى بسبب المسالك هذه اللي تكون مسالك ترابيه. هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه، المسالك هذه راح تعطي اكثر استقلاليه للفرق التدخل لاخماد الحرائق. يعني كي تكون مسالك كاينه كثير تسهل العمليه نتاع الوصول الى المناطق نتاع اخماد الحرائق. هذا الاجراء الاول، تكثيف المسالك. الاجراء الثاني هو انشاء مراكز للمراقبه نتاع الحرائق،
وخاصة في فصل الصيف الماء يعني الماء يعني في الفترات تاع الحرارة تكون فيه مراقبة 7 أيام على 7 في 24 ساعة على 24 ساعة، وتكون هذه المراكز تاع المراقبة تحت الوصاية تاع الحماية المدنية، هي الفرق تاع الحماية المدنية هي اللي تدير المراقبة هذه نتاع المناطق الغابية في وتكون مناطق هذه الأبراج تاع المراقبة تكون محمية من الحرائق، تكون مخدومة بالإسمنت وصحيحة ولا وغير لا تتلف بفعل الحرائق. هذه ثانيا يعني المراقبة، والمراقبة فيه مراقبة على مستوى المواطنين، تنك المواطنين تكون عندهم هذاك الوعي نتاع التبليغ بالحرائق يعني مراقبة الحرائق والتبليغ بها. إذا هذه ثانيا المراقبة. الإجراء الثالث هو الآن لازم نروح إلى استعمال الدرونات في إطفاء الحرائق، لأن الدرون عنده نظرة أفضل وعنده موقع أفضل بالنسبة للحرائق، ويقرب للحرائق أفضل، ويكون يسيبلي سيبلاج تاع المياه ما تكونش ضايع للمياه، يسيبلي الفوايي نتاع الحرائق يعني وين كان النار. إذا هذه كذا، وكذلك ينقص من ضحايا في الصفوف الحماية المدنية، إذا يكون أقل ضحايا عند الصفوف تاع الحماية المدنية. إذا الإجراء الثالث هو استعمال الدرونات في إطفاء الحرائق. الإجراء الرابع هو نخلق شركات شبابية، مؤسسات شبابية لاسترجاع النفايات، والنفايات كانت ثلاث أنواع، نفايات الزجاج أولا استرجع كل القارورات تاع الزجاج الموجودة في الغابات خاصة في بعض المناطق، يا خويا ما نخليش الزجاج هذايا في المناطق الغابية، استرجع الزجاج، استرجع القنينات تاع المشروبات اللي كان هذوك تاع الألمنيوم، هذا استرجاع الألمنيوم، وكذلك استرجاع القارورات تاع البلاستيك الموجودة كثرة في المناطق القريبة للغابات، بسبب أنه بعض الناس يروحوا يريحوا في ويعني يديروا دي بيكنيك في الغابات ويخلوا هذه الثلاث أنواع نتاع النفايات البلاستيكية والألمنيوم والزجاج. إذا هذه الثلاث أشياء لازم يكون فيها شباب يديروا مؤسسات ويديروا استرجاع تاع هذه الأشياء، والاسترجاع فيه فايدة كبيرة، ينقوا الطبيعة ويفيدوا روحهم كي يديروا الاسترجاع. وكذلك سن قوانين صارمة وشديدة للمتسببين في الحرائق، لابد من تشديد العقوبات على الإجرام هذا، ونديروه في إجرام في أعلى مستوى، لأن الحرائق تقدر تسبب في الوفاة وفي أضرار كبيرة جدا. إذا المتسببين في الحرائق لازم عقوبات أشد عقوبات، يعني تقدر تروح حتى للإعدام، لأنه جريمة إشعال حريق أو التسبب في الحريق هي يعني نفسها كجريمة القتل العمدي، لأن الحريق يؤدي إلى الوفاة. إذن رانا شفناها في هذه الحرائق الأخيرة اللي فيها ضحايا كثيرة، واللي بالمناسبة نترحم عليهم ونحسبهم من الشهداء. خامسا لابد على الدولة أن تدير قوانين لمنع البناء بالقرب من المساحات الغابية، لابد على يكون فيه قوانين تمنع من يعني التجمعات السكنية يعني بالقرب من المساحات الغابية، أو حتى السكنات الفردية، خاصة السكنات الفردية لازم يكون منعا باتا لبنائها بالقرب من إذن المساحات الغابية، وخاصة البناءات باستعمال مواد اللي قابلة للاحتراق، مواد خشبية وكذا، لا بد من منع هذه السكنات قرب
المساحات الغابية. ضف إلى ذلك أثناء التدخل نتاع الفرق يعني الاستراتيجية نتاع الإطفاء نتاع الحرائق لازم نركز على المناطق اللي فيها السكان، هي تكون بريوريتي، تكون الأولوية للمناطق اللي وين كاين السكان، وين كاين يعني إمكانية تكون فيها ضحايا. إذن نديروا بريوريتي للمناطق وين فيها سكان على حساب المناطق الغابية اللي ما فيهاش ساكنة. إذن نديروا أولوية في التدخلات نتاع لي بومبي، لازم دونك وين كاين السكان هما البريوريتي، وهذه نظن تكون كاينه في الاستراتيجيه تاع الحمايه المدنيه. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.